Monsieur Mohamed Youssouf Hassan. بسم الله. شكرا سيدا. شكرا. شكرا سيدا المغرب. أولا في اعتقادي نحن التقينا هنا لكي نؤسس حوارا وطنيا يسود فيه الجو الديمقراطي بالدرجة الأولى، لكن ما شهدناه خلال الأيام الأولى من تمرير للائحة الداخلية والتشكيل للجنة المنظمة للحوار بطريقة لم تراعى فيها الطرق الديمقراطية، وفي اعتقادي نحن نسعى الآن للتأسيس لبناء دولة ديمقراطية ودولة ذات قانون وذات مؤسسات. فمن المعيب جدا أن تلتقي النخبة الشادية وتغيب أبرز ملامح الديمقراطية وهو حق التصويت أو التوافق بشكل عام في إجراء لائحة داخلية لمؤتمر وطني سيادي في الألفية الثالثة. من المعيب جدا. فنحن هنا لنناقش قضايانا بكل حرية بكل سيادية، وكذلك يجب أن نراعي التنوع في التنوع للقوة الحية. تشكيل الآن للجنة المنظمة للحوار تم تشكيلها من قبل السياسيين فقط، المعارضة، الموالاة، السياسيين العسكريين، بالإضافة إلى الحركة الوطنية للإنغاث. هنالك تقييم كامل للقوة الحية. فنحن اجتمعنا هنا كقوة حية نحاور حوارا وطنيا لنضع أسس لدولة حديثة، دولة تتسع للجميع، دولة قابلة للحياة على أسس قانونية مبنية على التفاهم وعلى المساواة. أما الفرط بطرق تعسفية وتمرير هذه المشاريع فإنها مؤشرات تؤدي إلى خيبة أمل. وشكرا. Merci. La parole est à Madame Fatima Mamatindi. شكرا. بالنسبة لي أنا نقول من ما جينا في الحوار الوطني ما شلنا كلام، وعلم تقريبا نحسب الأيام ماشة ونسمع إلا كتر الخلات. أنا بصفتي مرة وأم وأخت نقول بالله أرجوكم خلي نطلب الصبر كل ما واحد الإند في قلبه ينفسه، والناس يشوفوا التقرير الفكرة البناء دي وينو كل عين دوروا نبنوا شيء جديدة. قلنا إذا أنت تدور تسعي شغل جديد أول بالأول نمضي مثل مثل ما مشيت شلك زرع دهابة تقطع وتعدي لقدر أنت تزرع فوقه وتلقى إنتاج، ده ما سهل يا جماعة. خلونا نشيل الصبر كل ما واحد شغل الهو بدوره ده خليه هجيب نفس بارد الحرج والزعل، يعني ما ببني شيء. وعنينا بكون أمهات إينا إينا من الحرج إينا من البندق، أنا قلنا مزارعين قلنا تجار قلنا أوين نسوي ترانسفورما، لكن كان بدون آفية ده شيء نقدر نحصله واحد كل ما في. وعنينا يا جماعة انتهينا ندور نعدل ونقع لإيالنا، كان ما شلت الصبر شيء واحد نقدر نقول ما فيه، والأيام جارية. والسلام عليكم وشكرا. شكرا. La parole est à Sa Majesté Issa Corée. السلام عليكم. أنا اسمي كانتو محافظة غبون أقليم تبستي إيسا كوري. قبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان أولا يشكر الله، تشكر الله أولا هو المصلح. ونشكر اللجنة التي قامت بإنشاء هذا الحوار الشامل السيادي
ثم إنني أشكر كل الشكر لجميع القائمين على هذا الحوار بكل مع كل التحديات التي تواجههم ومع جهود المبذولة من قبل الرئيس المجلس الانتقالي محمد إدريس دبي تنو. والضباط الذين قاموا مع الرئيس لأجل شمل كلمة الشعب التشادي، وبفضل يد الممدودة التي تنادي جميع الحركات سواء سياسية أو مسلحة. كما إنني انتهز هذه الفرصة أنادي جميع الشعب التشادي سواء كان في الداخل أو في الخارج أن يأتوا ويشاركوا أخوانهم في هذا الحوار وتقديم المصلحة العامة على الخاصة وحقن الدماء الأمة التشادية واستتاب الأمن والسلام. لهذا أخواني الشاديين، نحن اجتمعنا في هذا الاجتماع لبناء الوطن، ليس لل يعني خطابات أو يعني فلاسف. نحن جلسنا لإصلاح للوطن. اللجنة وسيط بيننا في إصلاح الوطن، لهذا نناقش بجدية. والقوادر التشاديين كلكم متواجدين، إذا فسد البلد فسدتموه أنتم، والمعارضة كذلك كانوا في الحكم، لكن الشعب يعاني. الآن رأيتم أنجمينة، رأيتم الشعب، رأيتم الشوارع. لهذا نصبر بالحكمة حتى نبني البلد على قانون وعلى ديمقراطية، لكن الديمقراطية ليس فوضى، ليس يعني الديمقراطية فوضى، الديمقراطية قانون وطرق وإصلاح. لهذا نشكر جميع أخواني بالصبر وال دكتور زكريا محمد صالح. شكرا سيادة الرئيس. طبعا الإخوة الحضور، موضوع الذي الآن مطروح طبعا موضوع النقاش حول جدول الأعمال. السيد الرئيس، هناك فيه محاور رئيسية أنا حسب وجهة نظري يجب أن تكون هي الأولوية في الخمس محاور. عندنا مثلا المحور الأول يجي شكل الدولة والدستور، يجب أن يكون هو يجي في المحور الأول لأنه مهم. المحور الثاني تجي التدابير اللازمة لعملية الانتقالية، كيف تتم الانتقالية ومتى، هذا أيضا يجي في المحور الثاني. لأن السيد الرئيس هناك 2018 نفس المحاور ذكرت، 2020 نفس المحاور ذكرت، فنحن في أولوية يجب أن نكون هي نتناولها. ما دام نتناول الأولوية المحور شكل الدولة الفورم ديتا ومحور الانتقالية، يجب أن هن يحدل يتناقشن، هذا مصدر الخلاف الأساسي، هذا مصدر المعالجة. النقطة الثانية السيد الرئيس والأخوة المستمعين، علينا أن نصفي ضمائرنا أولا، علينا أن نصفي ضمائرنا أول، ونطلب من المشاركين سواء الموجودين هنا في الخارج عدم المساس بالثوابت. المساس بالثوابت، جاءت دولة واحدة موحدة من رجلك لبيبكوم لأوزو لأدري لتيسي للعوينات، دولة واحدة. هناك في الآن رواية مارقة مش عارفة، دولتنا واحدة وتظل واحدة ونعيش فيها كلنا سوا، هذا هو الشيء المطلوب. النقطة فيها نقطة خارج الموضوع السيد الرئيس، فيها مجموعة كبيرة وهي الموجودة في ليبيا. ليبيا أكثر من 1,000,000 مواطن شادي عاشوا فيها والكودني ما اتصلوا بها، والآن جابوا احتجاج، وليبيا هي مصدر المشاكل بتاعت شاد. ليبيا عندها أكثر من 30,000 طالب موجودين في الجامعات، فكيف لنا أن نخلي نجيب من السودان ومن السعودية ومن سنتر أفريق وننسى الناس بتاع ليبيا؟ هل كلهم الشعب الموجودين نعتبروهم معارضة أم جزء من المشاركة؟
ولهذا الآن بعثوا رسائل موجودين بيتساءلوا، الجالية تتساءل أين نحن التشاهدين الموجودين في ليبيا من الحوار الوطني الشامل، فعليكم أن تجاوبوا في هذه النقطة. وما دامت عندنا سفارة وعندنا سفارة قائمة بالأعمال فليش هذا؟ فهذه مشكلة الآن صايرة، ونتمنى أن تلقوا لها حل، لأن الشعب في ليبيا هو المفروض نعتني بها بدلا من الاستعمال الآن في المنظمات المسلحة في ما عارف أي مصيبة موجود. لكم الشكر والتقدير، لأن الدقائق الثلاثة كملت. شكرا. La dernière intervenante, c'est Madame Zaroua. شكراً السيد الرئيس. كنا نتمنى أن الحكمة التي تعاملتم بها الصباح مع الصحفيين إنكم تتعاملوا معها مع الشباب، لأنه من بداية الحوار الوطني الشامل السيادي والشباب مهمش من الجلسة الافتتاحية إلى تكوين البريزيديوم إلى آخر ديسيزيون وقعتهم عليه لا يوجد فوقه أي شاب. نحن نطالب إعادة النظر في البريزيديوم وإدراج أكبر قدر من الشباب. الشيء الآخر السيدة الرئيس، كنا نتمنى الكوميتي أدوك التي كونتها إنه يكون فيها جانب من الشباب حتى يتعلموا الحكمة من الناس الكبار، لأن الدولة تبنى على أكتاف الشباب. نرجع بالنسبة للأجندة، البرنامج للأجندة صراحة يعني أشوف إنه قليل جدا، من يومين إلى ثلاث أيام للمواضيع. أنا أقترح إنه التيماتيك أي تيماتيك يعني ندو من 5 إلى 7 يوم حتى يستطيع الناس الإدراك بآرائهم، وبما أن الحوار الوطني حوار سيادي نتمنى إنه يكون هناك زمن كافي حتى يستطيع الكل الإدلاء بآرائه، لأننا نحن نحدد مصير أكثر من 16 مليون شادي، وبالتالي ينبغي إعطاؤنا الزمن المناسب حتى نستطيع الإدلاء بجميع آرائنا. كما توقع الجميع يعني بيقولوا إنه مخرجات الحوار الوطني جاهزة وما أنتم إلا فورماليتي عشان تعطوا شرعية للحوار، نحن لا نريد هذا الكلام ينطبق على الجلسة، وبالتالي نطالب إعطاء زمن إضافي لكل التيماتيك ابتداء من 5 إلى 7 أيام. بالنسبة لاتفاقية الدوحة والشار دي لا ترانزيسيون، يعني كنا نحبس إنها تكون يعني موجودة جوا الحقيبة حتى نستطيع الاطلاع عليها، لأن صراحة نحن بنسمع فوق في الميديا شنو اتفاقية الدوحة بتقول، شنو الشار دي ترانزيسيون، يعني ما عندنا أن أي خلفية، وبالتالي يعني نطالب من هذا المنبر إنه يكون عندنا هذه النصوص من اتفاقية الدوحة ومن الشار دي ترانزيسيون حتى يكون عندنا فكر نستطيع أن ندلي به، وشكرا. مرسي دكتور زروة. La parole est à Cheikh Abdedaim. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر رئاسة الجلسة. عندي ملاحظة ومقترحات. الملاحظة بالنسبة للصلاة، صلاة العصر تبدأ من الساعة 3:10 والجلسة تبدأ الساعة 3، إذن أنا أقترح أن تبدأ الجلسة 3:20 أو 3:30 حتى يتيح للمشاركين من المسلمين أن يصلوا براحة ويدخلوا في بداية الصلاة. بالنسبة لإدارة الوقت، نحن نقترح الإيطاء الكلمات بالمجموعات، عندنا 19 مجموعة، إذا كان كل مجموعة يؤطى 5 أشخاص، 5 شخص، كل شخص له 3 دقيقة ب15 دقيقة، يكون المتكلمين 95 متكلم، لأن المجموعة 285 دقيقة، إذن عندنا في اليوم ممكن 95 متكلم إذا ضربناها في 3 دقائق.
الشيء الثاني أيها المشاركون، هذا الحوار ما كون وما جعل إلا لبحث الحقوق والعدالة والحريات الأساسية والسياسات العامة وشكل الدولة والدستور وغيرها. نحن نقترح، لأن إخواننا في الكودن قدموا الكثير، ولكن عمل الإنسان ليس بكامل. لا نريد أن نناقش مواضيع عقائدية، موضوع عقيدة أو موضوع ديني لا يناقش في هذه الصالة، مثل ما بعض الإخوة في الكودن أدخلوا مثلا الدية أو مثلا قانون الأسرة. قانون الأسرة نحن ناقشناه عدة مرات، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له تحفظات 95 من التحفظات. إذا بدأنا بقانون الأسرة أدخلته في الحوار، المناقشات تطيل ويمكن بعض الناس يسيء على. نقتل كل شيء يتعلق بالدين والعقيدة ليس مجاله. وحتى الإخوة الآن حملوا السلاح وليس أو كونوا الجمعيات أو كونوا الأحزاب، ليس في مشكلة دية أو مشكلة. شكرا. دكتور محمد أحمد أبو زار، pendant que le président François Ndjikombe se prépare. شكرا السيد الرئيس. أولا أشكرك على إتاحة هذه الفرصة. S'il vous plaît, rapprochez votre micro. On vous écoute pas assez. سيد الرئيس، إن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم في تشاد هي المشكلة الفرنسية في تشاد. مشكلة القوات الفرنسية اللي اليوم موجودة في كل مكان. وبعد ما طردت من مالي، اليوم بتحاول بقدر الإمكان إنها تنتقل لتشاد وتتغلغل أكثر وأكثر. السيد الرئيس، نحن من هنا ومن هذا المنبر نطالب بمراجعة كل العلاقات التي وقعت بين فرنسا وتشاد بما فيها الوجود الجيش الفرنسي، عشان دايرين تشاد دي تكون بإيدينا، دايرين تشاد تصبح بلد حرة مستقلة مثلها مثل بقية الدول، وأن توقع اتفاقياتها بناء على مصلحتها الخاصة وليس من مصلحة فرنسا. ثاني حاجة، نحن بنناشد من هنا إنه القوات الفرنسية تغادر تشاد حالا. ليش بنقول الكلام ده؟ لأن القوات الفرنسية الموجودة الآن في أرضنا دي قوات نهب لثرواتنا، وما جاءت عشان ترعى الدولة التشادية، ولا جاءت برضا من الشعب التشادي. ثاني حاجة السيد الرئيس، من طالب من هنا بترجمة المداولات اللي بتجرى الآن دي، خليه يتم ترجمتها عبر الإذاعة التشادية ولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. السيد الرئيس، نحن في 93 في أيام المؤتمر الوطني المستقل كنا أيامها نحن في الكوليج، وكم نحن أيامها كانت الوطنية تدفعنا لكي نتابع سير مجريات الحوار المؤتمر الوطني المستقل حتى في أيام رمضان، وكان في تلك الآونة حر شديد ونحن في رمضان ونحن ما بنتخلى عن الإذاعة. لذلك نطالب بترجمة مجريات أو مداولات الحوار هذا. لماذا؟ لأن أغلب التشاديين ما بيفهموا إلا العربية، ولذلك نطالب عشان أنه التشاديين جميعا خارج هذه الصالة ما بيسمعونا، ولذلك من حقهم أنه يتابعوا حواراتنا دي. ثاني شيء سيد الرئيس، أنا داير توضيح، لأن الآن الحوار البجري ده بيصرف لي من خزينة الدولة، من ضرائب المواطن التشادي، ولذلك المواطن اليوم داير يعرف كم
الدولة قاعد تصرفه عشان الحوار الوطني الشامل ده. ولذلك بنطلب تقرير مفصل ومالي من رئيس مرسي. شكرا الزميل توفيق. أعزائي المشاهدين، بعد متابعتكم للجلسة المسائية لهذا المساء، ناقش المشاركون العديد من القضايا وقد أدلى الكل بدلوي في هذه الأمسية التي طرحت كثير من الأسئلات أو من التساؤلات حول المشاركين، المسودة والفترة الزمنية للمحاور الأساسية التي يتم معالجتها، هذا من ناحية. من ثم اعتماد كذلك أي وقت المشاركين، يرى الكثير بأن الوقت لن يتسع للمشاركين ولإدلاء بأصواتهم حول معرفة ما يدور حول الورشة أو حول هذه القمة التفاوضية، وكذلك التوقف المستمر للجلسات. هذا التوقف أيضا أثار نوعا من الاستياء بعض المشاركين، وكذلك طلبوا بنتائج لجنة المصالحة الوطنية التي كلفت بالاتصال مع بقية الأطراف المعنية ومن ثم المعلومات التي نتجت عن هذه اللجنة. رئيس اللجنة غالين غاتان غوتي قال إن هذه المقترحات تنظر لها اللجنة بعين الاعتبار ومن ثم اعتمادها غدا في الصباح عند 11:00 صباحا سيتم هذه المشاركة، ستتم بمشاركة الجميع وحل كل الموضوعات واعتمادها لهذه الجلسة.